السلام عليكم. بالنسبة لدرس اليوم رايحين ناخذ عن الكلر، حتى نمهد لموضوع الكلر نيجي نتطلع على اللي هو الفولدر الخاص باللاب، بيحتوي على صفحتين، صفحة المين دوت دارت اللي هي الأساسية، والصفحة الثانية اللي أنا أبني عليها اللي هي الصفحة. هلا نيجي لمحتويات المين. المين في عندي تو امبورت. الامبورت الأولاني حتى يتعرف على الوجت التابع للماتيريال دوت دارت، هذا بالنسبة للأندرويد. اما بالنسبه للامبورت الثاني فهو حينادي لي او راح يتواصل مع الصفحه الثانيه من خلال اللي هو الماي هوم بيج. نشرح بالتفصيل. بدايه في عندي ميثود بين بعمل رن اب للماي اب، راح يعمل اللي هو الماي اب. الماي اب زي ما اتفقنا هو مخصص للماتيريال اب. في حاله البناء انا راح ابني ماتيريال اب، اعدادات البروجكت. ماتيريال اب البانر بدي اخفيه. الثيم في عندي مجموعة من الثيمز اختصرتها بالبرايمري سواتش، راح يكون أنا عندي تيلز حكينا عنه، وفي عندي اللي هو لون الصفحة اللي هو الوايت. هلأ أني الصفحة اللي أنا بدي أبنيها هي فعليا موجود بالماي هوم بيج، أوبجكت اسمه ماي هوم بيج، موجود ب اللي هو الكلر أب اسم المشروع، وماي هوم بيج اللي هي هاي الصفحة. فهي الماي هوم بيج اللي بيتم استدعائها من اللي هو الهوم. هلا هاي الماي هوم بيج هو عباره عن كلاس يرث من ستيتفول ويجت. ستيتفول ويجت هو عباره عن ويجت يحتوي على الستيت، وين الستيت تاعتي ايها موجوده تحت. فحتى نورجيكم كيف بتم عمليه الانشاء لهاي الكلاس، طبعا احنا حنسكر ناخذها على كات، ما علينا الا انه نكتب ستيتفول وبعد هيك بنضغط انتر فراح يجيب لي اياها، فبنحكي له ماي هوم بيج. هيك بيتم عمليه انشاء تو كلاسز. فحتى نرجع زي ما كنا اول، بنشطبهم وبناخذ الكود تاعنا اللي عملنا له كوبي بيست. هلا هاي الماي هوم عباره عن اوبجكت او عباره عن كلاس يرث من ستيتفول. هاي الويجت بدها اللي هو ستيت. هاي الستيت بناديها من الماي هوم بيج ستيت. فكرة الأندرسكور هي عبارة عن برايفت، وهذا إشي إخوان منطقي، لأنه هذا الكلاس بدي أنادي من هاي الصفحة، خارج الصفحة ما راح يستدعيها لأنها برايفت. اللي بيهمني عملية البناء، أنت شو اللي بدك تبني؟ هاي الماتيريال أب، وهي أنا ماي هوم بيج، بدي أبشي أنا صفحة. هاي الصفحة مكونة من أب بار، وأنا عندي بادي مكون من الفلتر بادي. فحتى شباب نشوف شو اللي بيصير، منروح على المين دوت دارت، وقبل ما اعمل رن اتاكد انه على صفحه ويب زي ما انتم شايفين، وبنعمل رن. طيب بعد ما عملنا رن بيطلع عندي صفحه مكونه من اب بار زي ما انتم شايفين. هاي الاب بار، طبعا لون الاب بار انا من وين باخذها؟ بنروح على الاب بار اللي هان، في عندي الثيم، في عندي اللي هو البرايمري سواتش راح يلون الاب بار بلون التيل زي ما احنا شايفين من خلال اللي هي شاشه الرن. هلا ليش تلونت الصفحه؟ الصفحه تلونت باللون الابيض. طيب خلينا نغير بدل اللون الابيض للون الامبر. طلعوا شو بصير؟ لاحظ انا وين بشتغل في الماتيريال اب، فمباشره اي صفحه انا ببنيها باي ديفولت بتكون لونها اصفر. حتى نعمل رن لاحظوا هاي الصفحة باللون الأصفر. هلأ بالنسبة لموضوعنا اليوم إنه كيف إحنا بدنا نتعامل مع الألوان وتحديداً لون الصفحة. لاحظوا إخوان بالباوربوينت بحكي لك حتى تتعامل مع الألوان في عندي عدة طرق. أول طريقة تكتب colors dot اسم اللون زي ما إحنا سوينا colors dot اسم اللون. هاي طريقة. هلأ في عندي color dot اسم اللون وفي عندي درجات اللون. بمعنى اطلعوا اخوان لو نحط على انبر، لاحظ هاي درجات اللون الانبر 50 100 200 300 400، طبعا من خلال التأشير انت بتختار اللون اللي بيناسبك. فعلى سبيل المثال انا بدي اختار انبر 100، فبنحكي له هنا اللي هو 100، ونيجي اخوان نعمل ريفرش. لاحظوا هاي عباره عن انبر 100، بدك تزود اللون بتزود بالدرجات، وطبعا الفلتر بتساعدك الايديتور من خلال تحديد كل درجة كم لون بدك إياها. هاي لون الأمبر. طيب هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة بيجي بحكي لك color dot اسم اللون dot
شيد وبتعطيها رقم. طيب نرجع للفلتر. الفلتر برضو نفس الحكاية بتساعدني بموضوع الشيد. لاحظوا هاي الخمسين شيد خمسين، أو بدل المية في عندي شيد مية، شيد ميتين، شيد ثلاثمية، وبتطبقها من خلال الهيلب بتاع الفلتر. فعلى سبيل المثال أنا بدي أطبق الأنبر 300 اللي هو الشيد 300، فبدل ما أحكي له أنبر 100 بدي أحكي له أنبر شيد، عفوا هي أنبر 300. بعد الأنبر 300 نشوف كيف بنكتبها، أنبر دوت، سوري دوت، في عندي شيد ال 300. لاحظ بنروح على الصفحة وبنعمل لها ريفرش، مباشرة راح ياخذ الشيد. فهي ثلاث طرق مبدئيا احنا ماخذينها، من خلال اسم اللون او اسم اللون برقم او الشيد برقم. هاي كلياتها بتزودني مين؟ بتزود لي اياها الفلتر. طب اذا انا بدي، احنا بالعاده بنعرف انه الالوان بتكون مزيج بين الاحمر والازرق والاخضر، فانا كيف بتعامل معها؟ بتعامل معها بطريقتين، color dot from alpha red green blue او color from red green blue opacity. فناخذ المثال الاول اللي هو الكلر. هلا لما بدي اجي اطبقه هذا الحكي على الفلتر، باجي بحكي له هنا مش كلرز، هو عباره عن كلر دوت فروم ار جي بي او، بحكي لي شو درجه الريد اللي بدك اياها. طبعا لاحظوا اخوان بالملاحظات حكينا انه الالفا والجرين والريد والبلو لازم تكون قيم محصوره بين الصفر الى ال 255. فبنطلع اخوان هنا باجي بحكي له أنا مثلا بدي 150، الجرين بدي إياها على سبيل المثال 70، البلو بدي إياها على سبيل المثال 60. هلأ أنا استخدمت RGBO، الأوباسيتي إحنا طبقنا اللي هو بتاعت RGBO، الأوباسيتي اللي هي العتامة راح تكون بين الصفر وبين الواحد. فعلى سبيل المثال لو اخترنا 0.7 ونعمل ريفرش للكود اللي إحنا سويناه بهذا الشكل، لاحظوا هاي هي الدرجة اللي احنا ماخذينها زي ما انتم شايفين. طيب خليها واحد راح يعطيك اللون كامل زي ما انتم شايفين. طيب نعمل صفر راح يعطيني اللون الابيض، يعني ما في عندي لون. هاي اخوان فكرة الاوباسيتي، فمعناته اذا بدنا نستخدم RGBO بتحدد درجة اللون الأحمر، درجة اللون الأخضر، ودرجة اللون الأزرق، وبتحدد الأوباسيتي من صفر إلى واحد، وهي القيمة بتأخذ دبل. هاي بالنسبة للي هو الخيار اللي احنا أخذناها هم RGBO. طيب خلنا نطبق ARGB. ARGB الموضوع مختلف، باجي بحكي له هنا from dot ARGB، هنا شو طالب مني؟ طالب مني ألفا. ألفا حسب اللي احنا كتبناه، الألفا والريد والجرين والبلو كلهم من 0 ل 255. فإذا بدك اللون الأصلي بنحكي له 255. مثلا بدي ألونه لون أحمر، احنا بنعرف الأحمر 255 0 جرين 0 بلو، فراح يعطيني اللون الأحمر. طيب هلا ألفا لو حكينا مثلا على سبيل المثال 20، نعمل ريفرش راح يعطيني درجات اللون الأحمر زي ما احنا شايفين. طيب خلنا نوصلها ل 250، راح يعطيك أحمر بشكل كامل. لو نحكي على سبيل المثال 200 راح يعطيني من درجات اللون الأحمر زي ما انتم شايفين. هاي بالنسبة للألفا. ففي عندي طريقتين لدمج الألوان، ألفا ريد جرين بلو أو ريد جرين بلو أوباسيتي. تقدر تطبق هاي وتقدر انه احنا نطبق هاي. هاي بالنسبة للألوان اللي احنا اخذينها، فمعناته يا بكتب اسم اللون او من درجات اللون من خلال رقم، او من خلال درجات اللون اللي هو الشيد وهو يقابل الكود المكتوب فوق. هلا اذا بدنا ندمج الالوان انا في عندي طريقتين، يا اما باستخدام الالفا يا اما باستخدام الاوباسيتي، وبالطريقتين نفس الفكره بتطبقها. هلا اللي بعديها راح ناخذ اللي هو نكتب كلر بين قوسين الهكساديسيمال. لاحظوا اخواني الهكساديسيمال زيرو الاف اف هاي تمثل لي الفا، الاف اف الثالثه والرابعه تمثل الريد، جرين تمثل بلو مسبوقه بزيرو اكس. طيب حتى نطبق اخوان هذا الحكي مباشره بنروح على الهلب تاعت الفلتر وبنكتب كلر دوت
أنبر وبنأشر عليها. هلا بمجرد ما نأشر عليها لاحظوا بيعطيني اللي هو الدرجات. فمثلا بنكتب على سبيل المثال هاي الدرجة F اللي هو 1 2 3 4 5 5 F 8 A 1. فبنكتب color 0x 1 2 3 4 5 8 E 1 وبنعمل refresh. زي ما انتم شايفين هاي اللون اللي هو الالف اللي هو الأنبر بالنسبة لهاي الدرجة. فمعناته هاي تمثل الألفا، هاي تمثل الريد، هاي تمثل الجرين، هاي تمثل البلو، وهاي الجرين، وهاي الريد، وهاي تمثل الألفا. طيب أنا من وين بدي أجيب الكود؟ مباشرة إحنا بنروح على الإنترنت وبنكتب color picker. لاحظ من الكلر بيكر بتختار اللون اللي بدك اياه مباشرة رح يعطيك اللي هو الهيكسا ديسيمال، بتاخذه وبتحط بقبله 0xff. مثلا بنطبق هذا اللون مباشرة بنخلي 00ff وبنحطه بيست بهذا الشكل. طيب نعمل ريفرش، لاحظوا بيطلع عندي اللون اللي انا اخترته. طبعا في كمان اضافات بالنسبه للالوان، بقدر احكي له color.red.with opacity، يعني بدي opacity فقط للون الاحمر. اذا بدك الفا نفس الشيء red with الفا. وطبعا في عندي color.red.with green.with blue الى اخره، لكن احنا نكتفي بشرح اللي هي النقاط اللي موجوده هنا. فمبدئيا بشكل سريع يا بكتب اسم اللون او بدرجات اللون بحط رقم او بستخدم امر الشيد بعد الرقم. إذا بدي أدمج الألوان باستخدام الألفا ARGB أو باستخدام الأوباسيتي ARBO ARGBO أو نستخدم الهيكسا ديسيمال مسبوقة ب 00FF أو إذا حابب تستخدم with opacity أو with ألفا. هاي بشكل عام كل ما تم شرحه بالنسبة للكلر. بتمنى يكون كل شيء واضح ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.